عرفت الساحة الرياضية الجزائرية منذ الاستقلال بروز مواهب وأسماء نسوية أعطت للألوان الوطنية أقصى ما يمكن في شتى المجالات، رافعة الرايات الوطنية ونشيد الشهداء على الصعيدين الوطني والدولي. ومما لا شك فيها أن الفحلات الجزائريات أثبتنا في شتى الميادين خاصة الرياضة أنهن حقا من أحفاد حسيبة بن بوعلي وللا فاطمة سومر. فمن إنجازات بولمرقة وملحمة برشلونة عام 1992 إلى نجومية الغزالة نورية بن دمراح وإصرار سوريا حداد وسليمة سواكري، بالإضافة إلى كوثر وعلال وعسلة سونيا من الجيل الجديد في الجودو، دون أن ننسى إنجازات السباحة كنزة بن ناصر وزهرة جمير في المبارزة بالسيف. وفي رياضة التنس التي أصبحت شبه معدومة في الجزائر كانت رائدتها البطلة محمودي، وفي الجيل الجديد اللاعبة الشابة إيناسيبو التي كتبت اسمها بأحرف من ذهب في سجل الكرة الصفراء. وإنجازات سيدات كرة اليد نذكر منها جميلة نايلي التي لا زالت تقدم للجيل الجديد من خبرتها المرموقة إلى جانب كرة السلة والطائرة وغيرهن. لائي قدمنا الكثير لبلد المليون ونصف مليون شهيد، لكن لازالت الرياضة النسوية في الجزائر تحتاج إلى مخطط ينهض بالرياضة والرياضيات التي شرفت الجزائر في العديد من المحافل الدولية، حيث يتعين على القائمين بالرياضة النسوية تسخير كافة الوسائل وإطاحة الفرص لهن من أجل الاستفاقة والتحضير للاستحقاقات المقبلة. وبهذه المناسبة لا يمكن الاحتفال بهذا اليوم دون ذكر الفذات اللواتي لعبن دورا استثنائيا في تاريخ الرياضة الجزائرية، سواء من الجيل الذهبي أو الصاعد، باعتبارهن مفخرة الرياضة. فتحية إلى كل نساء العالم وإلى الرياضيات على وجه الخصوص، وإلى كل من نسيهم القلم ولم ينسهم التاريخ، تحية إليكن أيتها اليافعات والماجدات.